تقول عائشة في حديثها عن بديعة: تعودت أدناي دنداناتها الخشنة، موعدها مع الحمام كان مقدسا كل يوم ثلاثاء بعد الغداء وتعود قرابة السادسة. كنت أنتظر عودتها، كانت تحضر الملوي والرايب وتبدأ في سرد قصصها المثيرة. كنت أعشق أقاويلها، أحاديثها، كانت تشبه الممثلات، شعرها طويل أسود سواد عينيها، جسمها كان مثاليا، كنت أختلس النظر إليه من فتحات الجلابة كالكثير من جيراننا. بديعة رائعة، أنت بكل ما تحمل التفاصيل من كلمات. كنت أراقب من السطح جمالية السيارات التي كانت تقف عند بابنا لكي يبتعد قليلا عن عتبتها. يدخل الرجال عندها كأنهم سارقون. علاقتها بالجارات كانت غريبة عجيبة. عندما كانت تعد الرفيسة كانت تدعو الجارات لمنزلها بكل فرح، هن بدورهن كن يعدنها بالقدوم بكل ابتسامة. لم تدخل أي سيدة منزلها، حتى أمي لم تطأ يوما قدمها تلك العتبة، أو لكان والدي بتر قدميها. كنت صديقتها المقربة الصامتة، كنت أسمع، آكل، أشاهد، أتعلم ربما، فقط لأن زوارها من طبقات غير طبقتنا. يحضرون لها هدايا كثيرة من حلي وأحذية وعطور، حتى المأكولات. كنت آكل وأشرب ما لد وطاب. كنت أعرف عز المعرفة أن ما آكله فلوس الحرام. ما الضرر؟ كانت سعادتي حين آكل أشهى ما يوجد، أرتدي أجمل الأتواب. كنت أفر من حصصي بالثانوية لأجالسها. كان الكل يبدي لها احتراما خاصا، ينادونها في السوق للا بديعة. كانت دائما ما تشتري للمكياج وبعض العطور. تقول لي من حين لآخر أني أشبه شخصا عزيزا على قلبها. من زوارها كان شابا غنيا، ولد القايد، يسوق سيارة والده الرمادية، محسن، أشقر قليلا، قصير القامة، يحمل دائما سجارة من ذلك النوع الغالي. ملابسه كانت ناصعة البياض دائما، كان يغيرها كل يوم، على عكسي إن لم يمر أسبوعين أو ثلاث لا أغيرها. أسنانه كانت مرتبة، عطره قوي وشخصيته أقوى. آنها في البيت كنت دائما موجودة، أغسل الأواني في المطبخ وأسترق السمع، همسات، ضحكات صاخبة يدللها، مولات سوالف. محسن كلما رآني قال: هاد زين صغير. كنت أحمر خجلا حين كان يخاطبني، كلامه لا يمل منه.